حراري سعيد سيد أحمد محمد عبد الوهاب دنبر بعد مرور 41 شهرا على مقتله. بحلول 22 من ماي 2014 تكون قد مرت 41 شهرا على جريمة الاغتيال خارج نطاق القانون التي راح ضحيتها ابننا البار الشهيد الصحراوي سعيد سيد أحمد محمد عبد الوهاب دنبر غدرا برصاص الشرطة المغربية في خضم ما عاشته الصحراء الغربية من أجواء مشحونة عقب التدخل العسكري والبوليسي ضد المدنيين الصحراويين العزل النازحين بمخيم القديميزيك 12 كيلومتر شرق مدينة العيون بالصحراء الغربية في 8 نوفمبر 2010. ونخلد اليوم هذه الذكرى الأليمة التي تصادف الذكرى السنوية 9 لانطلاق انتفاضة الاستقلال السلمية والحضارية في 21 من ماي 2005 مع ما صاحبها من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية وجنوب المغرب يصنف بعضها في خانة الجرائم ضد الإنسانية. ونتذكر هذا اليوم أيضا أرواح شباب صحراويين مسالمين سقطوا خلال المظاهرات المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي كمطلب حقوقي وإنساني متعارف عليه دوليا. شباب سقطوا خلال هذه السنوات 9 ليلتحقوا بركب شهداء القضية الوطنية، سقطوا بالرصاص الحي أو تحت التعذيب في الشارع العام وفي مخافر الشرطة والدرك المغربيين، أو دهسا بسيارات الأمن المغربي، أو غدرا بواسطة السلاح الأبيض عقب المظاهرات. وإننا إذ نستذكر واقعة اغتيال ابننا الشهيد الصحراوي سعيد دنبر، نستذكر أيضا وقاعة اغتيال كل من حمدي المباركي، الخليفي بشيخ، بابا خير، الحسين الكتيف، الناجم القارحي، بابي القرقار، إبراهيم الداودي، حمادي هباب، خدجة توبندا، سيدي محمد عبد العزيز الحبيب، محمد أمين ميشان، رشيد الشين، في صمت تام دون إجراء تحقيق نزيه في أسباب وملابسات اغتيالهم، مجددين المطالبة بفتح ملفاتهم من جديد لكشف الحقيقة كما هو متعارف عليه دوليا. إننا هنا اليوم 22 من ماي 2014، ومن هذا المنبر الذي نقيمه كعائلة وكمتعاطفين وفي ظل الحصار المتواصل الذي تعرفه الصحراء الغربية، وضدا على حملات التضليل الإعلامي الرسمي والمأجور والتشهير الذي يطالنا ويطال نضالاتنا، لنجدد التذكير بمطالبنا العادلة والمشروعة في معرفة ظروف وملابسات اغتيال الشهيد سعيد دنبر وكافة الشهداء الصحراويين ضحايا القتل السياسي والقتل خارج نطاق القانون، مجددين الدعوة للمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية لإجراء زيارة رسمية للصحراء الغربية للوقوف على حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون الصحراويون العزل على يد النظام المغربي. كما نقف اليوم لنجدد العهد على المضي قدما في نضالنا السلمي والحضاري المشروع من أجل الكشف عن ملابسات وظروف اغتيال ابننا وجميع شهداء القضية الصحراوية العادلة، مغتنمين هذه الفرصة من أجل المطالبة بمزيد من الضغط على الدولة المغربية لوقف الجرائم والانتهاكات الممارسة ضد الشعب الصحراوي الأعزل، الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات التي وقع عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان، والالتزام بتطبيق فحواها كما هو متعارف عليه دوليا، وقف جرائم الاغتيال خارج نطاق القانون والقتل السياسي وتقديم المسؤولين للعدالة، كذلك إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مختطفين مجهول المصير، كما نؤكد على وقف كافة أنواع التعذيب والتعنيف وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة المشينة والحاطة من الكرامة الإنسانية، وتمكينهم من كافة حقوقهم وعلى رأسها الحق في تقرير المصير. كما ننتهز الفرصة اليوم لتقديم شكرنا وامتنان لكل الهيئات والمنظمات الصحراوية والدولية والمؤسسات والبرلمانات والضمائر الحية عبر العالم التي آزرتنا ودعمت كفاحنا النضالي والحضاري متمسكين بمطلب مؤكدين على مواصلة الضغط من أجل وضع آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية والتقرير عنها. فإننا نعلن للرأي العام لاستمرارنا في المطالبة بحقنا المشروع في معرفة الحقيقة كاملة حول جريمة الاغتيال خارج نطاق القانون التي ذهب ضحيتها ابننا سعيد دنبر والمتمثلة فيه.
معرفة مكان جثمان ابننا سعيد التي تم إخراجها من مكانها بقسم الأموات بمستشفى الحسن بالمهدي بالعيون الصحراء الغربية بعد مضي 17 شهرا و13 يوما من مقتله دون إشعارنا ودون حضور أي فرد من عائلتنا أو محامينا. إجراء تشريح طبي شرعي وفق المواصفات المعمول بها دوليا في هذا المجال لمعرفة ظروف وملابسات اغتياله واحتمال تعرضه للتعذيب قبل وفاته. تحميل الدولة المغربية لمسؤولياتها في جريمة الاغتيال هاته ما دام المنفذ المفترض شرطي نظامي مغربي والسلاح الجريمة في ملكية الدولة المغربية. عن عائلة الشهيد الصحراوي سعيد سيد أحمد محمد عبد الوهاب دنبر العيون الصحراء الغربية 22 من مايو 2014.